لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا سلام على الأداء الممتاز في اللحظات الأخيرة جلمودة مع المركز الأول مع الصدارة الأولى مع التحديات الأولى المركز الثاني خطيرة هناك وحيشة ولكن جلمودة مع النعيمي سلام سلام في اللحظات الأخيرة في الأمتار النهائية هنا مشاهدينا الأعزاء جلمودة 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 مع الناموس مع الانتصار تهانينا لسيف بن جبر بن فيصل الرمزاني النعيمي على فوز جلمودة بالمركز الأول بينما جبر بن فيصل الرمزاني النعيمي تستاهل فوز جلمودة وانتزاع على شوط الانتاج الرئيسي تستاهل خير الله يبارك لنا ولك ان شاء الله يبارك المسلمين سلالة جلمودة سلالة ابوها بعيد عندي خيوان نعم وامها بنت جلمودة بنت رحمود خيوان الشعر سلالته معني ابوه جوازيان بعيد لنا بعيرنا في عصيل في عصيل نعم عصيل العود العود عصيل العيل بعير حياة الوالد وقد بيع على محمد بن راشد نعم اللي من سلالة جوازيان كلها نعم ابو فيصل ناموس الانتاج شعني والله يعني الشيء الكثير يعني مجهودك وتعبك وذا ما ضاع عند الله سبحانه وتعالى الحمد لله بتوفيقه فلله الحمد الأول والآخر ولله الحمد على طريق الإنتاج ذكرت أن بالبكرة عندك إنتاج وجدها إنتاج عندك وانت تمتلك سلالات يعني معروفة من سنين هذه البل أنت جيت وحصلتها قدامك موجود نعم الوالد الله يرحمه اي نعم هذا حلال الوالد حافظين عليه اي بالله محافظين عليه الحمد لله انا واخواني كلنا عندنا اكيد دخل فيها ذي وذي عندك عمليات الى الان؟ اي عندي عمليات حافظ عليها محافظ عليها نعم لا لا ما ضربها الفطير لا على لا لا على عمانيات على عمانيات والمهجنات مع العماني بغيرك؟ اي بالله بكره ما مهجن بنت طحن جلمود العود الهرشه نعم الحمد لله وكيف شفت مستوى الركض في المحل الرابع؟ والله قوي بصراحه قوي على اول موسم كذا قوي مو بسيط صحيح. بسيط اللي اذا الشوط 17 كسر التيم ما شاء الله تبارك الله الله يبارك للعباد يوفقهم كلهم ان شاء الله يوفقك وسعداء اليوم بوجودك وفوز الناموس المنتج اهديه والله يا اخوي لاخواني وعيالي وواحد غالي عندي اسمه ناصر راشد الزبدان يستاهل ابو راشد يستاهل من خلال هذا اللقاء نعم في تجهيزها من قدام الله وجهك وجهه ويستاهل ناموسها ايضا وجعلنا مستدام شكرا جزيلا يا مرحبتين هلا